اطلع وزير الدفاع لواء الركن محمد ناصر العاطفي ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبد اللطيف المهدي على أحوال جرح الجيش واللجان الشعبية في هيئة مستشفى دمار العام وحجم الأضرار التي خلفها طيران العدوان بمقر مدرسة الحرس الجمهوري. قام وزير الدفاع لواء الركن محمد ناصر العاطفي ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبد اللطيف المهدي بزيارة معايدة للجرحى من منتسبي الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في مستشفى الثورة العام بذمار. وخلال تفقده أوضاع الجرحى الذين سطروا أروع ملاحم الصمود في وجه قوى الشر والعدوان، نقل وزير الدفاع تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية العليا وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، مقدما الشكر لقيادة المستشفى والطواقم الطبية التي تبذل جهودا مخلصة في معالجة جرحى الجيش واللجان الشعبية. قمنا بزيارة الجرحى في المستشفى بتكليف من القيادة السياسية، لأن هؤلاء من يستحقوا الزيارة ومن يستحقوا الرعاية، وسنتابع لهم كل مستحقاتهم إن شاء الله. فيما عبر الجرحى عن شكرهم لوزير الدفاع ومرافقيه على هذه الزيارة الكريمة التي تعزز من معنوياتهم، مؤكدين أن جراحهم لن تثنيهم عن العودة إلى جبهات العزة والشرف لمتابعة مهامهم الوطنية في مجابهة العدوان. لو السماء تمطر قنابل ذرية لابد من نجران وتتحرر عسير. احنا تعودنا نقاتل سطريه والفصل منا ما نموت فوق السرير. احنا ما نموت الا موت الاعزاء الكرماء في ميادين الشرف والبطوله. ونشكرهم على زياره الجرحى ومفاقده الجرحى ومزاورتهم على جميع اصفاف الجبهات في الداخل وفي الخارج وفي المستشفيات. كما قام وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة بزيارة إلى منزل العميد الركن ناصر سعيد حميد مدير مدرسة الحرس الجمهوري والتدريب الجبلي بذمار الذي يتلقى العلاج إثر تعرضه لإصابات بغارات العدوان على مدرسة الحرس الجمهوري بذمار والاطلاع على حالته الصحية والعلاجية. إن دل على شيء فإنما يدل على يعني اهتمام الوزارة وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بالجرحى والشهداء. ونحن في الحقيقة ارتفعت معنوياتنا كثير، ونحن جاهزين للدفاع عن الوطن بأرواحنا. كما قام وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة بزيارة لمقر مدرسة الحرس الجمهوري بمدينة ذمار واطلع على الأضرار الناجمة عن غارات العدوان الأمريكية السعودية الإجرامية القاشم وما ألحقه من دمار وخراب في المنشآت والمرافق التعليمية والتأهيلية التدريبية والرياضية بالمدرسة، متفقدا الفصول والمرافق الخدمية العامة الملحقة بالمدرسة.